السلام عليكم. اولا انا يعني محرج، اولا انا اتفق مع الشيخ رائد انه ابو السعيد يمثلنا جميعا، عرسنا ابو السعيد والكلمه كانت ممتازه وتمثلنا جميعا. وقام يديدي عفر ما يتسقط يا ايمت بني يومه متسويان شاياله. ولكن انا بدي استغل هاي الفرصه يا اخوان، لانه في كتير شغلات عم تتغير كمان بالنقب وكمان على مستوى قضيتنا. واولا احنا اليوم يعني بعد 13 عام من النضال، 13 عام من النضال، هذا تاريخ، هذا تاريخ احنا بنعتز فيه. واليوم عم نسمع كلمات طيبة جدا من رئيس بلدية رأت، الاخ عطى اخيرا يعني في افق، ولكن هذا ما وصلنا له بسهولة هذا الافق. طبعا استاذنا بالنضال، مدرسة النضال الشيخ صياح، لما كنا نزوره في السنوات القبل الحديث كان عن 1200 دنم، وان شاء الله كلهم بتحرروا يا شيخ. وكان يقول انه نفس الرجال بيحيي رجال، وهاي المعركة قضوها رجال ونساء واطفال على مدار 13 عام لتصبح رمز من رموز النضال للشعب الفلسطيني في كل مكان. اللي بيكون بلندن بيسمع على عراقيب، واللي بيكون بشيكاغو بيسمع على عراقيب، واللي بيكون بالاردن بيسمع على عراقيب، وفي كل مكان بفلسطين التاريخية تعتبر العراقيب رمز. 13 عام من النضال، 13 عام من الصمود في قضية صراحة، اللي كان من الأول بتطلع بيقول هاي كيف بدها تصير، كيف ممكن بهاي الطاقات البسيطة بهاي الموارد البسيطة تتحدى المشروع العنصر الاستيطاني الاستعماري بكل طاقاته وناسه والمحامين اللي عنده والمحاكم والجبروت والعنصرية. ضل الدرس الأول في العراقيب إن الصمود في الميدان، الصمود في الميدان هو أساس لأي نظام. وبالفعل بقيادة الشيخ صياح يعطيه ألف عافية، وعزيز والإخوان والأخوات وجميع من ناضل في العراقيب، اليوم إحنا بنقدر نسمع أخبار طيبة أخيرا بعد كل هاي السنوات وهاي النضالات. إذن النضال على الأرض والصمود والثبات هو اللي بيحسم المعارك. في كتير محلات كان فيها استجداء وكان فيها انبطاح وكانوا مستعدين يتنازلوا واخذوا بالاخر ولا شيء. كما كنا نقول دائما في كل مكان في فلسطين التاريخية، اللي بالاخر اللي بنقدر نحصله هذا بس حصلناه بالنضال. ما في اشي نعطلنا هيك كرم اخلاقي من الجماعة. كمان شغلة مهمة يا اخوان باللي عماله يصير في النقب وعماله يصير في باقي فلسطين، لانه نفس الناس اللي بتشتغل على الاستيطان وضم مناطق سي والاعتداء اليومي على اهلنا في شمال الضفة، في كل شمال الضفة وفي القدس، هم نفس الناس، نفس القيادات، نفس المشروع اليوم اسمهم الصهيونية الدينية، مش اللي كانوا قبلهم كانوا غير، بس اللي اليوم ماخدين الدور القيادي الاساس في قيادة هاي الحكومة هي الصهيونية الدينية. وهم نفسهم اللي بيشتغلوا بلجنة تطهير النقب، وهم نفسهم اللي بيشتغلوا في الاستيطان في الضفة، نفس الناس، نفس المشروع، نفس طريقة التفكير. على ماذا يتم ملاحقتنا بالنقب؟ احنا شو ضل معانا؟ قطريا زي بالنقب معانا 3% من الارض ل 20% من المواطنين. وفي استمرار لهذا الموضوع، اللي بيقرأ المشروع السياسي الموضوع معلن زي ما حكى اخي عوفي، مش انه جماعة مستحيين بعنصريتهم، مش انه جماعة بيخبوها، كاتبينها بمشروعهم السياسي انه هم موضوع تهويد النقب والجليل جزء من مشروعهم، وهدول اليوم ربع الحكومة. وما في شك انه الضغط على النقب وعلى المدن المختلطة
بسبب الدور الجبار للشباب اللي رفعوا راسنا بهبة الكرامة باللد وبعكة وبغيرها من المدن المختلطة. في ضغط رح يكون أكبر بهاي المرحلة. فالحل هو اللي قاله أخي أبو السعيد طبعا، أولا الوحدة من أجل أنه نستطيع أنه نبني على هذا الإنجاز. بداية ممتازين الميت دونه ومناح، وإن شاء الله بيكون هذا الموضوع صار مسكر أخي عطا. مسكر إن شاء الله. وإن شاء الله الألف ومية الباقيين بقيت حقنا إن شاء الله بمزيد من الثبات ومزيد من الصمود ومزيد من النضال كمان هدول بيتحرروا. يعطيكم ألف عافية جميعا، وإن شاء الله المرة الجاية بنيجي بنحتفل بالعراقيب وكل العراقيب محررة.
العراقيب أصبحت اسم عالمي وليس اسم محلي، نموذج للصمود لفئة قليلة مقابل طغيان وجبروت كبير. وعندما تكون هذه الفئة مجبولة بالصمود وبالإصرار وبالحق فهي قادرة فعلا على الوقوف أمام هذا الطغيان. فألف تحية ومحبة واعتزاز لأهلنا في العراقيب فردا فردا. إخواني، النقب يمر في هذه الأيام في مرحلة صعبة، دائما كان صعب، لكن هنالك الآن مخططات. فقط قبل يومين اتخذت المحكمة في بئر السبع قرارا بإخلاء 50 عائلة، بعد ذلك وقبل ذلك هدموا في عرعر النقب، وخلال ذلك هنالك استيلاء على أراضي في الأطرش، وإلى جانب ذلك هنالك مخطط ما يسمى مخطط الوزير شكلي الذي يريد أن يغير الدنيا والتضاريس والطبيعة في النقب من خلال الإجهاز على الأرض وعلى الأهل وعلى أبناء شعبنا. وأنا حقيقة مطلع على الاستعدادات وشاركت في عدد من الاجتماعات تحضيرا لمواجهة هذه المخططات، وأمل أن يكون هنالك نشاط. وين الأخ أبو عامر طلب؟ قرر اليوم موعد؟ بس قررت الموعد؟ ما مش أكيد. طيب، لأنه الحكي كان عن 10-8 تكون مظاهرة كبرى جبارة، لكن مش مهم. عندما يتفق على التاريخ أنا أريد أن أدعو أنفسنا جميعا لكي نكون سوية في هذه الصرخة الموحدة لكل أبناء شعبنا، لكن دفاعا عن النقب سواء بعشر الشهر أو في غيره. وهذا يقودني إلى نقطة في غاية الأهمية. الصمود مهم والإصرار مهم والحق مهم، لكن الوحدة أيضا مهم. وأنا عندما أسمع الشيخ صياح أسمع نبرة فيها شيء من العتب، ومع حق. هنا يعني يجري صياغة وصناعة مأثرة وطنية إنسانية كبيرة جدا، وهذه المأثرة تحتاج إلى الكثير من التعاضد، إلى الكثير من الدعم، إلى الكثير من التأييد، وإلى الكثير من الحضور. ولذلك قضية الوحدة والعمل الوحدوي هي مركب أساسي في كل ما نواجهه. نحن نواجه خطر وجودي بكل معنى الكلمة على كل أبناء شعبنا، لكن على أهلنا في النقب. وموضوع الجريمة الذي تطرق إليه الشيخ صياح، هذا أصبح موضوع يقض مضاجع كل عائلة وكل بيت. الآن لا يتورع على الدخول في محلات تجارية ويطلقون النار، يطلقون. يعني عندنا ناس اللي قتلوا في المسجد عباب المسجد، وناس اللي قتلوا في المقبرة، وناس اللي قتلوا في عرس، وناس اللي قتلوا في مأتم. يعني اتزالت كل المحرمات، أطفال قتلوا، نساء قتلنا. هنالك عمليا استباحة لكل الأخلاق وكل المحرمات الموجودة. وأنا أريد أن أقول ما تعرفونه جيدا جميعا، الذين يمارسون الإجرام في مجتمعنا أنا بأكد وببصم في العشرة لا يتجاوزون 1%. كل واحد بيعرف بلده، كل واحد بيعرف بلده، كل واحد بيعرف محيطه. لكن هؤلاء 1% يحظون بدعم وبتواطؤ من المؤسسة. كل دولة مجبورة توفر الأمن لمواطنيها. إسرائيل أعطت لجهتين لعصابتين حق استعمال القوة وحق القتل والإعدام خارج القانون، لكن بحماية المؤسسة وبحماية الدولة. المجموعة الأولى هي عصابات الإجرام الذي تعيث فسادا من أجل تفكيك مجتمعنا ودب الرعب والخوف في مجتمعنا. والمجموعة الثانية هي العصابات المستوطنين التي تحرق وتقتل وتعتدي وتقطع الأشجار في الضفة الغربية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني. هؤلاء المجموعتين بيشتغلوا وكأنهم خارج القانون، لكن في واقع الأمر هم يحظون بدعم وبرعاية وبحصانة من الدولة، وهم غير يحاسبون على جرائمهم. لذلك علينا نحن أن نوفر عوامل المناعة الاجتماعية والحصانة الاجتماعية، بأن يلتفت كل شخص منا، كل مسؤول، كل أم، كل أب، كل أخت، كل أخ إلى ما يحصل في بيته. نحن لا نملك لا دبابات ولا سجون ولا محاكم من أجل أن نقدم الخارجين عن الأخلاق العامة وعن القانون.
الإنساني إلى 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 هذه المحاكم. ما عندناش الوسائل هذه، ولا عندنا جيش مشغله. عندنا قوة الحق وحق القوة، أو قوة الحق وحق القوة، بأن نكون حريصين على أن تكون بيوتنا نظيفة. إذا بيتي بيكون نظيف من العنف والجريمة، وبيتك وبيتها وبيته وبيته، مجتمعنا سيكون نظيف. ولكن هذه الدعوة يجب أن لا تجعلنا نغفل عن مسؤولية الدولة التي ترى في موضوع الجريمة مشروع سياسي بالمعنى الكامل، من أجل تفكيك هذا المجتمع وإلهائه عن قضاياه الأساسية، من أجل أن لا نعمل في قضية الأرض، لا نعمل في قضية العراقيب، لا نعمل في قضية جنين، لا نعمل في قضية حوارة، لا نعمل في قضية المستوطنات والمستوطنات التي يبنوها على أرضنا، القوانين التي يسنوها ضدنا. نكون بلتين عن كل هذه الأمور ومشغولين فقط كيف نخرج من البيت سالمين وكيف نعود إلى البيت سالمين. هذا منطق نحن لا نستطيع أن نقبله، لكن كما قلنا وأكدنا، نحن سنواجه العنف والجريمة وكأنه لا يوجد عندنا قضية سياسية وقضية وطنية، وسنبقى ملتزمين بقضيتنا الوطنية وقضيتنا السياسية وقضيتنا الاجتماعية بالأرض والمسكن وقضايا شعبنا الفلسطيني ومقدساتنا، وكأنه لا يوجد عندنا جريمة.